الحمد لله يا ربي، فطرنا وكملنا وكلنا. الحمد لله يا ربي على النعمة ديالك. هاي ما كان نزلت اي دابا والقهوة. لا ماشي وقتو دابا، قيل لي خيار ديك القشوع بعدا هي الأولية. خلينا نرتاحو شوي. رسول الله القول فيك الستة. أحد كويس ذو القهوة وهاي يما خزيك على عيلة. إوا صافي قي قي يا غطبطة، شنو هادشي لا يتفسد؟ هذا كان ميساج يا يما، شوف شوف شني تم مكتوب. أنا لا أفهم شي، شو هذا؟ أجي أنا عيلة شوف هذا ميساج قدام جنى، أجي أنا هيوا. يا مصاب يكونوا ذيك النوى من الألف دريال، يا ربي يا ربي. أجي أنا عيلة شوف هاد التليفون. أنا الأول شيء يما، أنا الأول شيء ما يكون غير خلتي صيفتنا مبروك العواشر. مبروك العواشر مبروك العيد. أما باش يتفكروا زمايله باش يقضيها والو، يا حسرة بنت اسبانيا. هاجي هاجي على عيلة شوف هذا الميساج، هذا شني فيه السخط. الناس الفلوس ديالها ملي يشريو بيهم الحاجة المهمة، ودي لها شريها قشوش باش خلتي صيفت لك مبروك العواشر. يا حسرة على الوقت ديالنا، ما كان شي، كان الحمامة لاقي ولا البرا في الكراعة ديالها ولا يصيفطوها. يا ودي فين وصلنا؟ القي النبي القي النبي، قالك العكاز خرجت من الجنة. اشنا الهنين يا يما، اشنا الهنين؟ اصبر نقي القهيوة ونجي نقرا لك الميساج. عندك هاينا مطبوخة حمو العزري. يا ودي لا القهوة. ايش عندك شي قليل يا بنتي؟ يلا يا عليك الله يرضى عليك. هاي داك انا لا نهنن لا نهنن، ما بقاش شي لا سوا. الله يهديك يا يما، الله يهديك. اجلس يا بنتي اجلس، الله يهديك لي مشى. كاين شي حدا يهبط من البوبلو في هذه الساعة؟ هذا خالتي انا باش نمشي نشوف السبيل وها. غضب الله فاطمة، غضب الله، استغفر الله، مولي السبل حتى والله يصلي التراويح والعشاء. اجلس يا بنتي اجلس، الله يهديك. الحري لا يبقى لك في دقمش. وزيد واش اللي خاصك انت في السبل؟ واش الأمطار اللي طاو عنا خضنا؟ ايوا خاك وخلص. اشني باش تبقى خيطي ميطينا البوبلو ولا نقي السبا وهاياك؟ خاصك تخرج الشم الهواء. الله يهديك الله يهديك، خليه حتى نصبح بعدا وهبط. خالتي انا والله ما لقي السبة. هادشي كان هنا يما وانا مساكين. ما سجلوهم، شفتك اش لا يقولوا للدام؟ قال لك والو ما سجلوا، ما يعرفوا شي غشميين. ايوا دابا قال لك الوقت ما بقاش. يا بنتي يا بنت الحبيبة، ما لا يعطيو لا مشي والو، ما تيقش. انا ما عطاونيش، انت لا ضرب عيني، انت ساكنة معايا وشفتي بعينك. انا والو ما عطاوني. لا ما يسجلوا يزيدوا على راسهم المصاريف واها، او قول لنا نسجلوا مع بعضنا النوبة ثانية. يا خالتي انت عندك فتك في اسبانيا، عندك الديار وعندك الورث، كيفاش بغيتي يعطيو ليك؟ انا يما وبابا ما عندي مشي مساكن، البهايم واها. رسول الله رسول الله، يما شو بالك البهايم؟ شو نقول فاطمة؟ خالتي انت ما بقيتيش ولا نسمع والو، هضرتي مطروشة. قلت لك يما ويما ما عندهم شي مساكن، عندهم غير البهايم، ماشي هما بهايم حاشاك. صافي خالتي انا باش نخرج، ولا خاصة شي سخرة نسوق عليك معايا. ايوا صافي، عندي بنتي موحد ريهم وسوق حاط فينا هاد البيتا. ايوا يلا ما تغطلش يا بنتي، ما تغطلش، الله يهديك. إلا شفتي عين راسك لقيتي تم مزيرة وشي حاجة، سوق التاكسي ماشي مشكل. أقول لك يا خالتي ما يقولش عندي سالة نهبط معاي. إيوا صافي صافي، هبط معاها مونسة. صافي مزيانة هاد القضية. غاتشوف إلا صيبتي خالتك الوزنة تنفضق ولا درقب عليا هنا نقصرو شوي. إيوا صافي عينك مزيانة خالتي، يلا نبقى على خير. لا على قرارك ديك الميساج يا يما. رسول الله عطيها غني الصريطة. رسول الله رسول الله، قوم قوم العيلة سقي حلا مطاد الماء، غيرتني. ايوا عاد دابا عاد كنت في الكوزينة قلت لك شني حبيت يما سوق لك معايا، قلت لي والو. ايوا دابا قوم سوق لي مطاد الماء.
يما يما راه قرا لك الميساج، الله يهديه. يما راه قال الله يجيب. هاك هاك هاك، شوف هذا المشقوف هذا شني فيه، يا ربي يكون ديك 1000 درهم. الشريح هذا الله يطيصال، تتمنى لكم شهرا مباركا سعيدا. اسمع يما، اسمع الشريح هذا الاتصال، لا نتمنى لك انت انت انت، لا نتمنى لك شهرا مباركا سعيدا، لكن لا يقولوا لك شهرك مبروك، يعني رمضان مبارك، فهمتني يا يما؟ والو رسول الله رسول الله رسول الله، طبخوخة غضب الله، انت وجهك ما فيه شر ابدا ابدا ابدا. كنا عوالي على الميساج قدام ساعة صدق الاتصالات، لا قولي شهرك مبروك، شهرك انت اللي مبروك يا المسخوطة، لا لا كون منك يا السخط، سير الله عليك والله ما عليك، انا لا يتمنوا لي شهرا مبروكا، استغفر الله العظيم العباشر دن مالو، فالعشر الاوائل لا يبانو مسخط، والله الا لا يبانو مسخط، انت واحدة منهم يا وجه البؤس. أي ما كان يدك هذي كان لا فرق الدعم أوكي، ما جاكش يا صاحبي، واش انتك صليتي للسجل في ديك الدعم، انت عندك الأراضي ديالك وجد ضيوف في المدينة وما كان يا ما والو، إيه وشني خصك، مشني ادعي برزق دي المساكين، إيه وهذه إيه الشريعة صيفطت الميساج لا صيفطوني الناس كله، شني خصي أنا مسحته وأنا كتبته ياه. رسول الله رسول الله، كيفاش باش نتفاهم معاك؟ الله يخرج العواقب بخير وصافي هذا الشهر هذا. هذا ما يكون غير جاو لا يفرقوا القفة، قوم العيلة لا يجري. الله يخلف عليكم الجواد، احنا ما الجين، هيا سلام يا اللي جبت تحكم الباب. دخل دخل من الكوزينة، يلا نضيوة. اشكون اشكون؟ اصبر انا ما جا. على الله يما، على الله والله العظيم، بعدين بردي شوي. الله يخلف عليكم الجوال. صاحبتيكم باقا مشغوله في الكوزينه، عيط ما طبطب عليك الموال وما لا سمعوا شي، سبحان الله العظيم، ما قلت والو، نزيد ندقوها. هيك يا الفرجة، هاي ما ماشي صحابين القفة اللي جاو، هذي غير فاطمة وها. فاطمة وها يا كيكم انتقلت عليكم. صاحبتي لا ما فهمتيش، ما فهمتيش، ما سمعت الباب ما تندق، وقال سالي الله يخلف على الجواد، الله يخلف على الجواد، ساعة صدقتي انتي. ايوا الى مسالي تروض معي للبوبلو ونمشي ونسيب المسجل للوالدين ديالي في الدار. ايوا اش بقول لك يا فاطمة، مو حاشي خليني يما، هي شاء على هاد الشيء هادي، ولكن بلاتي بلاتي انا مشي قولها لها بالسياسة، انتي الا حبيتي دحنحني لسانا نقيم عليك. ايوا صاحبتي انت يمك دايما شعلة، اش بنقول لك الله يكون في العون وها، ايوا الا كنتي باش تحكي اقلي الاوديو، انا عنديش الكونيكسيو واتشوف نصيفط لك الميساج. ايوا هيدا وها. بس سليمان معاكد يا نهي هجالة ما عندها حال، معاك انا سي فاعل والله الا معاك، ما عندهاش الا احمد لا محمد، عندها واحد العيل في اسبانيا. عندها العيل في اسبانيا، ولا قولي ما عندها لا احمد لا محمد، ايوا الله يصيفط لها المنضى واقيلا، ولا يصرف عليها زيزي ديالها، تشوفوا شي وحده يا اخرى تستاهل هاد القوفه هادي. ايوا ما نعرف ما نعرف، ايلا شوف اختها، اختها حتى هي هجله ما عندهاش، وعاد عندها واحد اليتيمه. ايوا صافي صافي، دابا لا يتكلم، حنا وصلنا للباب ديال الدار ديالها مسكينة، بلا ما قطعوا لها الرزقة ديالها، يلا يلا ندوقوا عليها في سبيل الله، ديك الساعة أخرى ندبروا لها قوفة واحدة أخرى. هيا ويا ويا، وهاد التلفزيون والو ما بقاش يفحى، شحالو شحالو كان لا يقوى المسلسل، لا يبقى طويل، دابا غير شهر يدو في يد خاه طريف دا المسلسل، يقوى لك الدعاية دا التيلي والدعاية الشيكس والدعاية دا السخطن وشني هاداك، والو والو والو، ما بقاش شي والله، ما بقى ما بقى ما يتفرج بنادم. ها فاطمة شحال ولا لا نقول لقي المفتاح معاك، لقي المفتاح معاك، ما بقاش يدوق عليا. شكون شكون؟ اقريب اقريب يا رسول الله، اشكو هذا؟ اشكو اشكو؟ اقولنا لك قريب قريب، ايه قديم اقول لك قريب، باش انا نفتح لك القوز عليا، امشي العيف انتي ساعة العيل امشي. الى انتي حجبة وخلينا لك البركة عند الباب صافي، الله يهنيك. قال لك قل الخير وما يطرابس، بصحتك ها شريفة بصحتك، ورمضان مبروك، العواشر مبروكة.
امشي اشرف امشي قضي حاجه راسك قديمه هذه خير حنين الوليد امشي امشي حالك امشي هلا يجوزوها عليا والله لقاوها فيا مع من جي يا وديدي قالك القفة زعما لا يقول ليك لا يطمعوهم باش هما يخرجوا عند الباب ويجوزوا ليهم لا خيي ما خرجش عندك الباب ديالي مش جودة لهنا يوقفنا عليكم ايوا كاكا عند بالي هيدا كاع ما دخلنا الكوزينة ونقوم نجفف زعما القفاف يدخلو هنا وينزلو ساقولي هي فاطمة يا ودي يا ودي عوان عليهم القفاف تفرقوا واللي عطى الله عطاه عطيت انا بلا شي الزهر يا الزهر لا والله الا لقيتي فيا يما والله العظيم زعما اللي يسمعك هيدا البراني يسمعك يجي من الله بيعنا انتي لا نوقف عند البيبان ديال الجامع نقول في سبيل الله رسول الله رسول الله شحال ما عندك شحال ما خصك وين احنا ماشي بالجوع ودي لا مالك بل دا مالك بل وقي ولا لك حتى انتي ونحس بالمصاريف كيف لا يقيو واخا يكون عندك يا بنتي شحال ما كان عندك اللي يرق في فلات جي حداوا والله العظيم ايوا ما علينا يما فاطمة جات عندي قالت لي نحني معاها البوبلو قال لك نمشي ونسيبير قال لك هي خاصها تسجل بابا ويما فديش لا يقولوا له الدعم عمو ايوا صديقو زعما نمشي نوقف معاها في سبيل الله هي ما لا تفهمش حتى هي انت لا العفان بكنا انا بعد شوي فطيتنا عليها ايوا الا حبيت شي سخره نسوق عليك معي وقالت ليك الا حبيت زعما نمشي طلل عند خالتي مشي طلل عندها هي لا تسخسيني قالت لك الا حبيتي تجي قصر مرحبا بيك كاهي عند البلا تستناك خلافات والله لا خليتها في الزنقة شو محشوة فاطمة فاطمة دخلي دخلها بنتي محشي مشي دخل هلا مشات بحال احنا في نربوب وانا قلت لي ما شعلة لا ما ندخل كيفاش انا القضية هذه شعلة كان المجمرة بنتي والبوطة لا تشوف العافية شعلة فوق راسي اوكي الله يعطيك السخ ايوا صافي صافي انتي لا نعطي الاشارة صافي صافي يا يما انتي شعلة ايوا صافي انا باش نمشي ايوا يمشيك في الشوكة